سعداء بتوقيع الاتفاقية مع المركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب، وهذا لا شك فيه راح يمنح الأكاديمية بتطوير مناهجها، وراح تكون الأكاديمية معروفة أن جميع المناهج اللي نأخذ في تدريبها معتمدة من ضمن المركز الوطني للتقديم واعتماد تدريب. الآن اتجاه في المجال هذا يعتبر من الحاجات اللي ترقى في مستوى التعليم والاعتمادات، يكون المستوى حق التدريب من المستويات اللي تتنافس فيه المعاهد العالمية، وحصول الطالب على الشهادة يكون معترف فيها إن شاء الله دولياً.